الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين. الحمد لله الذي وهبنا القرآن العظيم. الله أكبر. 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين.
وجعل لنا عيداً يعود كل واحد منا على أخيه. الله أكبر لكل من صام، الله أكبر لكل من قام، الله أكبر لكل من قرأ القرآن، الله أكبر لكل من أطعم الطعام، الله أكبر لكل من فشى فيه السلام، الله أكبر لكل من صلى بالليل والناس نيام. الله أكبر لهذه الأمة التي قالت سمعنا وأطعنا، الله أكبر لهذه الأمة التي وقفت الملائكة على الطرقات لاستقبالهم. ففي هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم الجائزة، تقف الملائكة على أبواب الطرقات وتقول لهذه الأمة: اغدوا أيها المسلمين، اغدوا أيها المسلمون، اغدوا إلى رب كريم، اغدوا لتنالوا الجائزة، لتنالوا الفوز العظيم. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، فهيا بنا جميعا، هيا بكم يا خير أمة إلى الجائزة الكبرى. فإذا قضيتم صلاتكم ناداكم رب العزة جل وعلا أن عودوا إلى رحالكم مغفورا لكم يا خير أمة. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال فيهم: إن الله قد أبدلكم بهذين اليومين، يومي العيد ويوم الأضحى. فكان هذا هو عيد الأمة، وهذا هو العيد الأصغر الذي يأتي بعد شهر صمتموه وقمتموه وقرأتم فيه القرآن للعبرة والموعظة. ها أنتم يا خير أمة قد فزتم بباب من أبواب الجنة، ألا وهو باب الريان الذي لا يدخل منه أحد إلا الصائمون. فإذا دخلوا عن آخرهم أغلق هذا الباب. فاليوم عيد، وغدا عيد، وكل يوم يمر علينا لا نعصي الله فيه هو يوم عيد. عيد لمن؟ عيد لمن قبل الله صومه، عيد لمن قبل الله قيامه، عيد لمن قبل الله قرآنه، عيد لمن قبل الله صدقته. ها أنتم قد تصدقتم على إخوانكم بصدقة الفطر التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين حتى تمتلئ بطونهم وتغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ها أنتم يا خير أمة، يا من قال فيكم رب العزة جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فبحق أنتم خير أمة، فعودوا على بعضكم البعض وانسوا جميعا ما بينكم من الشحناء ومن البغضاء، ولا تنسوا أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبذلك فليفرحوا، افرحوا جميعا، وعودوا على بيوتكم واملأوا بيوتكم بالفرحة والمودة والسرور. ولا تنسوا أحبتي في الله أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله جل وعلا لمن؟ لمن قام بالليل والناس نيام، لمن أفشى السلام، لمن صام رمضان، لمن ألان الكلام، لمن أحب إخوانه في الله، لمن نزع من قلبه المولى جل وعلا الكره والحقد، لمن أعطاه المولى حب الآخرين. أحبتي في الله، عيدكم هو عيدكم الذي اختاره لكم رب العزة جل وعلا، فعودوا على بعضكم البعض، ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر لهذه الأمة التي وعظها رب العزة جل وعلا وقال في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وستزالون وستظلون خير أمة إلى يوم القيامة، وستظل هذه الأمة رافعة رأسها شامخة بين الأمم. أول الأمم تحاسب، أول الأمم تدخل الجنة، أول الأمم أطاعت وقالت سمعنا وأطعنا. أحبتي في الله، إن رمضان لم ينتهي بعد، لقد رحل عنا رمضان وترك لنا الخير كله، رحل عنا رمضان وترك لنا القيام، فلن ينتهي القيام بانتهاء رمضان، بل إن القيام دائم طيلة العام، ولم ينتهي القرآن بانتهاء رمضان، بل إن القرآن بين أيدينا وفي صدورنا وعلى أعيننا وبين أيدينا إلى قيام الساعة. كذلك لم تنتهي أو لم ينتهي الصيام، فإن الله جل وعلا قد رخص لكم في صيام السنة الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. رمضان لم ينتهي، والإطعام في رمضان كالإطعام في غير رمضان، والمحبة في رمضان هي هي بقى فيما بعد رمضان. وإن أردتم أن تصوموا العام كله فاستمعوا إلى ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. صوموا ستة أيام من شهر شوال، أي ستة أيام متفرقات أو متجمعة، أي ستة أيام تكونوا بذلك قد صمتم الدهر كله وصمتم العام كله. رمضان ثلاثون يوماً سواء كان كاملاً أم ناقصاً، وستة أيام المجموع ستة وثلاثين يوماً في عشرة 360 يوم بعدد أيام العام. إذن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان هذا كصيام الدهر. أحبتي في الله، أسأل الله جل في علاه، أسأل الله لي ولكم ولكل السامعين والحاضرين والغائبين، اللهم أعد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات، اللهم أعد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات، اللهم أعد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم إنا نسألك صوما مقبولا، اللهم إنا نسألك صلاة مقبولة وقياما مقبولا وقرآنا مقبولا. اللهم اجعل رمضان هذا شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا. اللهم إنا نسألك الرحمة لأمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم تغمدهم في رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم الجنة يا كريم، ونسألك لنا المغفرة يا رب العالمين. اللهم ارحم من لم يكن لهم راحم يا رب العالمين، اجعلهم في عليين يا كريم، وعد علينا الأيام وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين، وارفع شأن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا يا رب العالمين، وحافظ على مصرنا يا كريم، وحافظ على مقدراتنا وشعبنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا الرحمة لنا جميعا يا كريم. اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا، واملأ قلوبنا بطاعتك يا رب العالمين، واملأ قلوبنا بطاعتك يا كريم، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة إخواننا يا رب العالمين. هكذا أحبتي في الله أقول قولي هذا، وأسأل الله جل في علاه أن يعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.